بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كنرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النور الخالد. كان حديثنا في الحلقة الماضية على بنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. بدينا الحديث عن زينب، نكمله اليوم بإذن الله. وقفنا عند زوج زينب رضي الله عنه أبي العاص، لما تصدرت البضاعة دياله فما بغاش يدخل مكة دون البضاعة دياله، فأقدم على يعني واحد الفعلة ذكية. عرفتي وشنو دار أحبتي؟ في صلاة الظهر في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما كانوا المسلمين وراء النبي صلى الله عليه وسلم خاشعين لله كيستمعوا للتلاوة ديالو، سمعوا صوت امرأة من وراهم وهما كيصليوا، كترفع صوتها وكتقول إني أجرت أبا العاص بن الربيع. عرفتي وشنو وقع؟ التجأ إلى زوجه زينب وطلب الجوار ديالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته سألهم في دهشة، قال لهم هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا له نعم. قال فلا علم لي بما حصل إلا الساعة، وإن المسلمين يجير عليهم أدناهم. ثم أرسل لزينب كيقول لها لا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم القصة كما عرفها المسلمون، وعرف أن أبا العاص جا خايف كيستجرب زينب، فاشفق عليها صلى الله عليه وسلم، ماشي لأنها فقط بنته، ولكن لأنها كانت كتلاقي يعني عذاب في قلبها من فراق زوجها، وكتوجد هم في نفسها، هم كبير، فكان كيترجى الهداية لأبي العاص. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو له دعاء خاصا، كيف كان كيدعو لسائر المشركين عامة، كيطمع في الهداية ديالهم. ولما سمعوا المسلمون بإجارة زينب عرفوا جوانب القصة واحترموا بيت النبوة، ولاحظوا جزع النبي صلى الله عليه وسلم على الإبنة دياله، فصارع أصحاب السرية اللي وقع يعني في القبضة ديالهم، فرضوا له الأموال دياله والمتاع دياله، فأودعوه إلى حيث يأمن على نفسه وماله. دخل أبو العاص مكة حاير، بعد ما عرف يعني فكر طوال الطريق أن مجراله ما كانش عدوان عليه، وأن المسلمين ما كانوش باغي المال دياله، وخلاو لما هاجروا من مكة أموال فيها، فافتقروا بعد غنى وهانوا بعد عز، كل ذلك يعني في سبيل الله. وهم أولئك اليوم كتقوى الشوكة ديالهم وكترتفع مكانتهم وكيسترجعوا العز ديالهم، وبدأوا منذ معركة بدر كيكسروا عنفوان قريش. فذكر أيضا قلب زينب الكبير وقلب الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم، وموقف المسلمين كله منه إكراما لزينب اللي رجعت له الكرامة دياله واعتبار دياله. فشنو وقع لأبي العاص؟ ما إن دخل البيت الحرام وشاف الكعبة حتى أشرق في قلبه نور الإيمان وعزم، عزمة ذكية أخرى، ولكنها أحسن بكثير من هذه العزمة اللي عزمها يوم دخل في جوار زينب. إنه اليوم كيتولد من جديد، استقبلوه المكيون وباركوا ليه القدوم ديالو الميمون والربح ديالو الوفير اللي اداه ليهم، بعد ما اجتمعوا كيحمدوه وكيثنيوا على الامانه ديالو والشرف ديالو. حتى لما هموا بالانصراف قال لهم بصوت عالي واشراق نفس ولهجه واضحه، قال لهم يا معشر قريش هل اديت حقوقكم؟ قالوا نعم نعم الاخ انت، لقد اديت واوفيت. قال فاعلموا اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كان أبو العاص إذن كان بغي يآمن عن قوة لا عن ضعف وخذلان، كان بغي يقيم الحجة على قريش، يؤدي لي الحق أولا باش ما تتهموش في الأمانة ديالو ويقولوا بعد منها كلمة الحق. ثم ينطلق أبو العاص إلى المدينة مهاجرا، ففرح به الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عليه زينب، فكترتد له الروح ديالو كيطمئن قلبه وكيستأنف حياة الحب الصافية معها، وكيستقروا في المدينة قرب الرسول العظيم. تسدلت الستائر على قصة أبي العاص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه السهر ديالو أبو العاص يعني فاجأتهم واحد المفاجأة حزينة في نهاية السنة الثامنة للهجرة. نزعت منهم زينب، خطفها الموتية الأخرى، وخلت في قلب بها الرسول صلى الله عليه وسلم لوعة كتضاف العذابات ديالو السابقة، وفي قلب الزوج حسرة وذكرى طويلة لا تنقضي. ليجد بعدها أبو العاص يعني ما عمره بقي وجد من بعد منها لذة الحياة الزوجية مثل حياته مع زينب رضي الله عنها. دعا لها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون مهموم، ونزل في القبر ديالها وقال كنت ذكرت زينب وضعفها فسألت الله أن يخفف عنها ضيق القبر وغمه، ففعل وهون عليها.
وما لبث أبو العاص بعد منها يعني طويل، ولعل الحزن قضى عليه فالحق بها كريما رضي الله عنها. وبموتها ما بقاش من بيت النبوة من أولاد إلا فاطمة، هلكوا جميعا تحت بصر الرسول صلى الله عليه وسلم، كيصبر على فقدهم نفسا طيبة بعد نفس طيبة، وكيرضى بدك الشيء اللي قسمه الله وقدره. كيقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس مصائب الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بقت الزهراء قرة عين أبيها، فقد كانت أحب بنات وليله جميعا. وفيها كان كيقول صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. ومن العقب ديالها وحده بقى النسل ديال الشريف ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بيت النبوة وتسلسل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد تعلق بها، كان كيحب داكشي اللي كتحب وكيكره ما يؤذيها. وكان لما يعني كيقدم عليها من سفر تيعيط ليها وتيقبلها، وربما ما كيقصد شي واحد اخر بعد العوده ديالو من اسفاره، حتى كيجي للمسجد كيصلي ركعتين وتيخرج لزيارتها اولا، وكيحسن زيارتها وكيطمئن عليها، ثم كيدخل على الزوجات ديالو. وكان الى دخل عليها كيقوم يعني قام اليها فقبل راسها وما بين عينيها ورحب بها وكرمها وجلسها، كانت يجلسها في المكان دياله. فكانت تكنى بأم أبيها، كانت بمثابة يعني الأم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغت سن الزواج قالت مولاة علي له، قالت له: يا ابن عم رسول الله، ما يمنعك أن تأتي النبي فيزوجك فاطمة؟ وتحصر علي يعني كيفكر في الحال دياله وما كان معه ما يعينه على الزواج. فأجابها يعني متألم، قال لها: وعندي شيء أتزوج به، يعني قال لها: ما عندي باش نتزوج بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبقات عليه يعني كتطمعه وكتدفعه، حتى دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه بغي يتكلم في داك الشيء اللي جا من أجله. فيعني مسكاته الهيبة من النبي صلى الله عليه وسلم والجلال دياله، فما استطاع شي الكلام. فشف في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شف ارتباك دياله والاضطراب دياله، فقال له: ما جاء بك؟ ألك حاجة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت علي يعني ما قادرش على الكلام، وحن عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودرك بالنور النبوة شنو اللي ممكن يكون وراء مثله في هذا المقعد ديالو. فقال له: لعلك جئت تخطب فاطمة. وهنا ارتاح علي، سري عليه، فأسرع يقول يعني على استحياء: نعم يا رسول الله. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: وهل عندك من شيء تستحلها به، يعني الصدق ديالها؟ قال: لا والله يا رسول الله. وإلا كان النبي أحبتي كيسألوا هذا السؤال فقد كان يعني أدرى بحاله تماما. ولكن علي خاطب كفء بحاله ما كيترد شي، ففكر صلى الله عليه وسلم قليلا ثم سأله: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها، يعني الدرع اللي كنت أعطيتها لك؟ فقال: هي عندي. فقال صلى الله عليه وسلم: قد زوجتك فبعت بها إلي. بلغ فاطمة أمر الخطبة فبكات، ودخل عليها أباها فوجد في عينيها الدموع، فقال لها: ما لك تبكين يا فاطمة؟ فوالله لقد أنكحتك أكثرهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما. وبمنتهى البساطة تمت استعدادات الزواج، مهر متواضع، وجهزها أباها بجهاز جد متواضع، جلد ورحى ووسادة محشوة ليف وغطاء قصير وكأس وأشياء أخرى في غاية البساطة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهمه أمر هذا الزواج، فترجلوا الخير. ففي ليلة الزفاف دخل عليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودعا بماء فتوضأ منه، وقال يدعو الله وكيتضرع ليله: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. ولما دنت ولادة فاطمة، قربت الولادة ديالها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أنهم يجيوا عندها ويقرأوا عندها آية الكرسي ويعوذوها بالمعوذتين. وكانت فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم كتعمل في بيتها بحال جميع النساء، وربما كانوا بعض النسوة الصحابيات أرفه عايشا منها وأنعم حياة. كانت كتكنس وتطبخ وتخبز وكتقوم بشؤون المنزل ديالها، كتكسر النوال الفرس الزوج ديالها، وما زالت كذلك حتى تقرح يديها. وربما ضقت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال البيت كيف كتضق كل النساء. فاصطحبت علي مشات معاه، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فذكروا لي لهم ذكروا لي له الحاجة ديالهم الخادم، ومع محبته الفائقة لهما ردهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحق بهم معاود من بعد. فوفاهما كانوا في الفراش ديالهم وعليهما غطاء، فلكانوا فمني كيغطيوا الرؤوس ديالهم كتبان الأقدام ديالهم، ومني كيستروا الأقدام ديالهم كتكشف الرؤوس ديالهم. فلما حسوا به قاموا تعظيما له، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: مكانكما ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ كلمات علمنيهن جبريل
تسبحان في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا آويتما إلى فراشكما تسبحان 33، واحمدا 33، وكبرا 34. هي واحد الوصفة يعني نساءنا يستعنوا بها، فهي أفضل من خادم، كيف قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين، يعني معركة صفين. قال: ولا ليلة صفين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة مرة، بغي يخفف عليها من التعب ديالها ويسليها على الشدة دي شافها كتنزل بها، قال لها: يا فاطمة، إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، ويكفرها العمل والغم بالعيال. يعني كاينه شي ذنوب اللي ما كتكفرهاش الصلاة والصيام، ولكن اللي كيكفرها هو داك يعني الجهد والمشقة اللي كتلقاه اللي كيلقاه الإنسان في العمل، والغم بالعيال، المشاكل ديال الوليدات وهمومهم. كان ذلك درسا عظيما للزهراء اللي لم يشاء لها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تحيا حياتها اليومية فوق الناس، بل بغاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تكون حياتها بحال حياة الناس كاملين. هكذا عاشت هي والأخوات ديالها كلنا كسائر النسوة، مع الشرف ديالهن من انتساب البيت النبوة اللي كان يعني كيطالب الناس جميعا بالعمل، ما كيميزش فيه بين شي واحد وشي واحد اخر مهما كان صلته به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كيحضر لاهل البيت ديالو وخصوصا بناته انهم يتكلوا على النسب ديالهم والمنزله ديالهم من باهم. فقال لفاطمه: يا فاطمه، يا فاطمه بنت محمد، لا اغني عنك من الله شيئا. وكيوجه كلامه للال ديالو كلهم وتيقول لهم: لا ياتيني الناس باعمالكم وتاتونني باحسابكم. وربما خاف عليهم النبي، خاف على فاطمه من انها تنعم بحياتها مع ما كان عليه المسلمون انذاك من شظف العيش. كان باغي انه يكون بيت النبوه اسوه حسنه للمسلمين كاملين. فكان صلى الله عليه وسلم اكثر حساسيه في هذا الخصوص تجاه يعني اهل بيته، واكثر حزما. فبجانب الرأفة ديالو وحنانه عليهم، كان كيجتهد أنه يوجه الأنظار ديالهم إلى عالم الآخرة، ويسد أمامهم جميع الأبواب والنوافذ ديال الشر أو الإثم أو السوء مهما صغار، باش يقصروا الهمم ديالهم على الآخرة. لسان حاله كيقول لهم: يجب أن يكون الله غايتكم. وربما كان كيجري في بعض بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أمور كتجري أمثالها في بيوت الناس كاملين. فقد ورد أن يعني كلام وجوفة وقعت مرة بين علي وفاطمة، وخاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما جميعا، فدخل البيت ديالهم مهموم منزعج، وبقى يعني بقى بهم حتى صلح فيما بينهم وخرج بعد إذن، والفرحة كتطفح من وجهه كتخرج من وجهه، وقال: قد أصلحت بين أحب اثنين إلي. واستقامت الحياة بعلي وفاطمة، وما الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاف منه كذلك الزوجة دياله فاطمة إلا الخير، بقى معها حتى لحقت بربها راضية مرضية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وبعد أن جادت يعني بطنها بريحانتي الجنة كما قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثنا عليهم في الحلقة المقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبيا بهدى يا رسول السلام، ويا مرسلا رحمة للعالمين.